إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. أبارة مركي يكو بيغنيت ساعات سدح ساعة وحبي نمو أما سقالك في نمو حلقة مقالة دا مقدشو كوحو بيسن أي عاوة دقم دا سي خوضن أي مقالة دا مقدشو كود لي عبد الله فارحي لي تحق وكتر سنة دال انت عاسمة دا وفي فرعون دالين يرو أما كوحو كو بيسن بستولة دو يا كدن بي ديلك مرحوم كوا سو قوب تسيد دق دقا اسكي قبح صدي كدن مركي أي توقتين ويل كاسي دالين يرو دا أي سور كي سيدن كاقا مقدو شاشد دا لما أمان كدورة دا يا قوب تسو قاري كوا أو بار باريتانو بلا نتيجة كسر ميي نواحي قوب تلقو دلي ألا أمنا حريستي عبد الله فارحي ري تعب مجرتو إيش شيء كتير مسؤولية ده ديلك ويل كاسين أن يرى الله عوض الوقت وكتير مجال ده مقدشو أجل وجود لي يا الروميسين يا هاي إن يتهاي أج أي دولة الصومال يا سردون كده يعيد ما ذي ده يكون حوجي هنا يه تعرض كا وشقي دولة ده أجار كاسي وآه دقم ده هذا أجار كده كوها دلي يا سيد أخصائص كي بحصلي أيضنا عن القوانين متكمل أحدا مقدشو يا وجهي سي طبان كي السنة قدن بيه لغسو بلاو السنة دي لابد كون يتضبه دا عرادي كوي طبان كي السنة قدن بيه كوحو واح دلا او سي قرسو دي او واح قد او آن لقرنجن مايشا اي مادين اي مايشا اي كسو بحين يدونا انت بدان ادا عدو يددكو اي شيغان كوحا ان هيبتو دل لقرنينين ويل كاني ايا اها ويل كبدا دل يرتا اعاد وفرعون مقالا دل مقدشان اعاد لوغي يقانو dan ka kalena aha nin wax bartay oo dalka gudihiisa ka shaqeeya oo aan ka mid ahayn dhalinyarada ka soo taaliibay ama ka tagay wadanka Soomaaliya ma garanayo shaqada dhabta ah uu qabanayay wiilkaasi iyo waxa ka dambeeyay in cawada lagu dilo magaalada Muqdisho iyo cidda dishay intaba lama garanayo ilaa iyo haatan dowladda Soomaaliya ayaa caan ku ah inay tiraahdo baaritaan ayaa lagu wadaa kadibna markii dadka ay hilmaamaan kiiskaasi bartiisa looga tago maadaama aysan u heelin ama aysan gacanta ku dhigin dadkii ka dambeeyay walow marka hore ay saxaafadda ay ka sheegaan in dadkii la soo qaban doono maxkamadda la soo taagi doono baaritaan oo ku socdo dilal badan oo ciidda ka badan ayaa magaalada Muqdisho ka dhacay 11 sano u dambeeyay waliba aan la garanaynin heybtooda dadka dilkaasi geystay kohor kooyi tonkan sana ee kooxaha aan haatan wax dila ay isu soo bixin kohor magaalada Muqdisho sidoo kale dad baa lagu dili jiray laakiin inta badan waxaa la xaqiijin jiray in dadkaasi aysan ay xeebtooda la garan jiray xataa haday yihiin mooryaan aan meel magaalada geeskeeda kale ka imaaday oo qofkaasi xoolo uu haysto ka furanayay laakiin 11 sano u dambeeyay ee kooxaha aan haatan dadka madaxa ka jabiya ama dilalka assassination ka ama ikhtiyaar ka ama dilalka qarsoodida ka fuliya magaalada Muqdisho iyo guud ahaan Soomaaliya ayaan marnaba la garanaynin ilaa ay gacanta lagu dhigo mooye qofkaas oo falka ku jiro markaasi falka suubinaya laakiin inta badan waxa ay dhacdaa in dadkaasi ay ka baxsadaan meel loo raacdana aan jirin naf waliba waqtigeeda ma dhaafayso إلهي سبحانه وتعالى وحو يري كل نفس دائقة الموت لكن ديوات وحي أسوغناتي قوفكي قوف قعنك قوفكي قوف عن وحوك قلبسن دلاء ونف قويا سي عن حق هين وإلهي سبحانه وتعالى انتي شيء وامر إن نفت لو قوينكرا بحي كسو هري نفك قويا قوفكا سي ايا ديواتو يقوم ما أدن بيسا وحينو تعسيدا لقيب سنينا قويسكا يو دلنيرادا يو أصحابتا يو شعبكا مغالدا مقدشو غيريدا نحزين تالله ايكو تيمادي عبد الله فارحي ري تحب وعوضا لغو توقتي مغالدا سي مقدشو إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون ومحمد ألفا سلام الله عليكم.